مالك يا صديقي يا اطفال ليه؟ يا عم في حوار في البيت، انا في تحديد الاقسام وما عايز اخش قسم عماره وبقى عايز اخش قسم مدني وحاجه اعرف مش بقتش عارف اعمل ايه والله. طب ما تخش قسم كهرباء يا عم، سمعت ان هو كويس وبتخلص منه على طول بتشتغل في اي شركه. وان شاء الله من قرار حلو فيك وهتقدر تمشي كويس بس ما تكملش. هو نفس الكلام اللي ابوه وامه بيقولوا له في البيت. لا بس بقول لك ايه، سيبك الكلام اللي ابوك وامك بيقولوا لك في البيت ده، انا بقول لك خش كهرباء باور على ضمانتك انا، مالكش دعوه. لا اللي انا شايف اصلا انك تاخدش اتصالات. اتصالات ايه يا عم، الشعب كله شايل اتصالات يا عم. مش مشكله. هو اللي مش مشكله يا عم. لا مشكله. لا يا عم مفيش مشكله، وقت هتخش اتصالات. لا يا عم هو كهرباء باور. لا اتصالات كهرباء باور يا عم. اخش اتصالات بس انت خش اتصالات. ماشي هخش اتصالات. اسمع كلامي يا عم. كهربا بقى راح يا عم. اتصالات كهربا. لا اتصالات صارت موبايل الفودا يا عم. كهربا رايح شويه. لا اتخانقوا ليه يا عم؟ بيتخانقوا على حاجه تخصني انا. انا في هندسه وبنحدد الاقسام. ايه ده، انت في هندسه؟ ما شاء الله. استنى بس حد اقسامك ايه؟ خش كده خش حاسبات يا عم. احنا قلنا كهربا يا عم. يا عم انا قلت اتصالات وانت ابو طربوش ابيض اهو بيقول لك كهربا بقى. كهربا يا عم. قال اتصالات قال حاسبات. الله اكبر يا عم. بس يا انتوا كمان مش كفايه اللي في البيت؟ قد ايه الحياه هتبقى جميله لو كل واحد فضل على حاله، ما تدخلش في امور الناس. انا باخد رايك انما ما تفرضوش عليا. ما تشوفش نفسك الصح؟ مفيش اتنين بيتفقوا على رأي واحد، كل واحد له وجهة نظر. سيطرنا على تفكيره مع ان ده مستقبله هو. ايوه صح، كل واحد تفكيره غير التاني وكل واحد رد فعل غير التاني. ما تكبرش انك تاخد رأي حد، بس في الاخر القرار قرارك.